نظمت مدرسة الفرقان الثانوية للبنات في منطقة رصيفة برعاية النائب الدكتور زكريا الشيخ حفلا تكريما لطلبة حفظوا القرآن الكريم. النائب الشيخ أكد أن حديث الساعة اليوم هو تماسك الوطن ولحمته وتركيزه على ظاهرة العنف المجتمعي وبالأخص العنف الجامعي، مشددا على تنمية حب الإسلام في قلوبنا وقلوب أبنائنا، حيث أن حديث الساعة اليوم حديث هام للغاية، وهو هذا الوطن وتماسك هذا الوطن وما يحدث في هذا الوطن من عنف مجتمعي لا عنف جامعي، كما قلنا بالأمس في جلسة مجلس النواب التي خصصت من أجل مناقشة ظاهرة غريبة دخيلة على المجتمع الأردني، ألا وهي ظاهرة العنف الجامع الذي ذهب ضحية هذا العنف فلذات أبنائنا هؤلاء، تلك الدماء الزكية التي أريقت في جامعة الحسين إنها تقرع ناقوس الخطر. النائب الدكتور محمد الحاج شدد خلال كلمته على تربية الأجيال وعلى أعمال البر والأخلاق الحميدة ليكونوا بنات المستقبل وقادة الغد. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب مدارس الفرقان، هذه المدارس التي أنشأناها لتكون محضنا من محاضن التربية الإيمانية تقوم بدورها في تربية النشء وتخريج الأجيال على حبهم لإيمانهم وعقيدتهم وعلى حبهم لوطنهم ومليكهم وعلى أن يكونوا أدوات بناء في بناء هذا البلد الذي نسعى جميعا أن يكون بناؤه بناء حضاريا سليما خاليا من كل مظاهر العبث أو الفوضى. مديرة التربية والتعليم للواء رصيفة خولة أبو الهيجة تحدثت عن العنف المجتمعي في الجامعات وبيّنت بأنه وليد المدارس في التربية والتعليم، فهي البيئة الأساسية والمنظومة الحاضنة له. مجتمعي وهذا العنف في الجامعات ليس إلا وليد في مدارسنا، لأن المدارس هي التي خرجت هؤلاء الطلاب، فلم تكن المنظومة القيمية قد اكتملت في مدارسنا أصلا، فذهب هذا الطالب إلى الجامعة، ذهب إلى الجامعة وليس له منظومة قيمية أصلا، فأين سيكون موقعه؟ مديرة مدرسة الفرقان سميرة أبو سالم شكرت الحضور لدورهم في إنجاح هذا الحفل وأشادت بالطلبة من حفظة القرآن الكريم. الأخوة الكرام، الأخوات الكريمات، حفظة القرآن العظيم الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله معلم البشرية إلى يوم الدين، بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن الكريم كما تعلمون أيها الحضور الكرام رسالة السماء إلى الأرض، نزل بلسان عربي مبين، صنع خلفاء صالحين وقادة فاتحين وعلماء عاملين، جعلوا الأرض ميدانا لفتوحاتهم. وتخلل الاحتفال تقديم العروض الفنية والفقرات الدينية وتوزيع الجوائز على طلاب حفظة القرآن من قبل راعي الحفل. صدق رسول الله، وإذا كان اليوم مع حفظة القرآن الكريم
فليتفضل سعادة النائب الدكتور زكريا الشيخ راعي حفلنا الأكرم بتسليم الجوائز للطلبة الفائزين من حفظة مسابقة حفظ القرآن الكريم. مشكورا. سندس أمجد البو، سارة أحمد صالح، نوري سليمان أبا زيد، فرح زياد مشر، فرح بسام محمد يوسف،